ماذا تعرف عن الزواحف؟ الزواحف من الحيوانات الفقرية متغيرة درجة الحرارة، تبدو عند حركتها وكأنها تزحف على الأرض بسبب قصر أطرافها أو عدم وجودها، مثل السحالي والسلاحف والأفاعي. يتكون جسم الزواحف من الرأس والعنق والجذع والذيل. يغطي أجسام الزواحف الحراشف التي تقلل من تبخر الماء منها. تتنفس الزواحف الهواء الجوي بواسطة الرئتين. تعيش معظم الزواحف على اليابسة مثل الأفعى، وبعضها يعيش في الماء مثل السلحفات المائية، وبعضها يعيش قريبا من الماء مثل التماسيح. تتكاثر الزواحف بالبيوض.